تجد بأن المعادلة السياسية التي دعمت السيد الكاظمي الآن تعيد تموضعها، ليس يعني بالأساس بأنها بالضد من الكاظمي من خطواته. نعم تحمل ما تحمل، هو تحمل أرث، يعني أرث حكومة قتل، أرث انهيار اقتصادي تسبب به عادل عبد المهدي، كثير من الأخطاء، أخطاء النظام السياسي بشكل كامل ألقي على عاتق السيد الكاظمي. لكن أقول مرة أخرى بأن هذه القوى السياسية حينما تعيد تموضعها ليس على أساس العداء للكاظمي، بقدر ما أن مصالح هذه القوى السياسية هي من تحتم. هذه القوى السياسية الآن تدرك بأن الانتخابات ستجرى، يعني في حزيران، في أقصى مدة سيكون في تشرين، يعني في أكتوبر القادم. هم لا يريدون أن لا تسمر لنا الأشياء بهالشكل هذا دكتور. لا تريد أن تغضب. إعادة تموضعها، وضح لنا شنو هاي القوة تعيد تموضعها؟ يعني واضح جدا، يعني سائرون طرح قضية أنه يحصل على رئاسة الوزراء، يعني أن يفكر الآن بالانتخابات المبكرة. طبيعة التحالفات أو التفاهمات الأولية لا يمكن أن نطلق عليها تحالفات بقدر ما تفاهمات أولية، يعني هذا بحكم القانون الانتخابي الذي يقر. القوى السياسية تعد العدة الآن لمرحلة، يعني هذه الستة أشهر القادمة ستأخذ عدة مسارات، يعني بالنسبة لهذه طبيعة وسلوك وأداء هذه القوى السياسية. منها جزء من هذا السلوك والأداء سيوجه ضد الكاظمي، والسلوك الآخر هي لأجل تكسير هذه القوى، كل حسب مكونه. يعني القوى الشيعية فيما بينها ستشهد تصادم، تكسير للعظام فيما بينها.